السلام عليكم. من فضلك الاقي فين الاستاذ هادي عبد الصبور؟ انا هادي عبد الصبور، انا المهندس سراج مدحت، رئيس لجنه فنيه من وزاره الاسكان. احنا مكلفين بمعاينه البيت وكتابه تقرير فن عن حالته، وعرفنا ان حضرتك الساكن الوحيد. ايوه فعلا يا باشمهندس. طيب اتفضل، البيت قدامك. اتفضل. عن اذنك. اتفضل. وبناءً على تقرير اللجنة الهندسية، فإن العقار المذكور متهالك وبه تصدعات خطيرة، ووجب إخلاؤه وهدمه. قلت لك أكيد في حاجة غلط. البيت طول عمره ما فيهوش مشاكل، أكيد اللي حصل في البيت ده حصل بفعل فاعل. جايز، الله أعلم، بس أنا من زمان بقول لك امشي، جهز نفسك وامشي، خد قرشين وامشي. لما أنت بقى ضيعت منك كل الفرص، ودلوقتي وعلى حسب اللي مذكور في التقرير ده والتعهد اللي أنت مضيه، وحرصا على سلامتك وسلامة الولاد، أنا مضطر أقول لك اتفضل اخلي البيت. هلحف ايه؟ هيو، بس انا محتاج فرصة لحد ما لحد الصبح، عشان في لجنة جاية تعاين وتشوف ازاي هيتم الهدم. انت قدامك لحد الساعة 2 بس. يعني مش هينفع ده، انا محتاج وقت اطول من كده، لسه عايز اجيب عربيه نقل وكراتين علشان نحط فيها حاجتنا اذا كان على العربيه النقل والكراتين هديه مني ليك. دخلتني شطه، دخلوا الكراتين. هتشيل هم حاجه، ده جيت في جامد. الكراتين كلها مكتوب عليها عباس. كراتين ايه؟ معرفش، انا لقيت كراتين مكتوب عليها اسم عباس، بس مين عباس ده؟ الشقه اللي احنا قاعدينه كده مع بعض فرقنا ولا كام يوم وماشيين. ماشيين رايحين فين بس يا عم شتا؟ ماشيين البيت ده يا ابني. علك لسه روح، ما هتلاقيش. انا ابويا عندنا خبر كويس لعم هادي. ربنا يكرمك سعيد. ايوه بس وانا مش هشوفك تاني. انا مش عارف انا رايح فين، بس اكيد هشوفك تاني ان شاء الله. بس انت بخل بالك من نفسك، وانت كمان خلي بالك من نفسك يا سعيد. لو احتجت اي حاجه كلمني ان شاء الله.
أنا ماشي يا نوال، كلنا ماشيين، بس طبعا هاخد الزرعة معاي. أصل الزرعة اللي انت زرعتها لي هاخدها معايا، وفي أي حتة هنروحها هراعيها وأكبرها زي ما كبرت هنا بالظبط. تخيلي يا نوال، تخيلي أنا مش عارف أنا هروح فين أنا والولاد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بفكر أروح عند ولاد عمي في بني سويف، ولو إني يعني هم أحوالهم مش قد كده، وأنا كمان بقالي زمان ما روحتش البلد، إنما معرفش حاسس إن ممكن ألاقي هناك بيت صغير كده يلمني أنا والعيال. مش عارف يا نوال، من ساعة اللي حصل ده أنا حاسس إني بقيت ضعيف ومهزوز قدام العيال، بس طبعا مش مبين. بصي أنا متوكل على الله، حاسس إن ربنا لا يمكن يخزيني أبدا، ده أنا بدعي بالستر على طول، وعارف كمان إن دايما الخيرة فيما اختاره الله. الحمد لله، الحمد لله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، مش كده؟ لو انت سمعاني او حاسه بيا ادعي لي يا نوال. عنك يا حاج. خلاص يا حبيبي خلاص، انا حطيتها. تسلم يا نادر، خليك مع اخواتك بقى. سوزادي. ايوه. انا يوسف ولد ناصر. اهلا وسهلا. اهلا بيه. لو تسمح لي يعني، انا عندي شقه كنت عاملها مخزن بس ما كنتش محتاجها، وان شاء الله يكون ايجارها بسيط. اي نعم هي صغيره، اوضه وصاله، بس بيتهيألي انها توفي بالغرض. والله انا متشكر جدا، بس انا الحقيقه طيب شوفها، بس شوفها. تسلم. خلصت؟ يا سي عباس خلصت، وبيتك عندك. على فكرة انت عندك حق بفعل فاعل. فاكر ساعة دفنة عمك شتا؟ حسبي الله ونعم الوكيل، فوضت أمري فيك لله. وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الله اتكل. الله، شفتوا القعده الحلوه اللي كان مستفرب بيها الشحات ده؟ يا من أنت كريم يا رب.